الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وتسليمًا مزيدًا. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل خلق الخلق من أجل غاية عظيمة وأمر عظيم وحكمة كبرى. قال عز ذكره في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية العظيمة التي من أجلها خلق الله الخلق، من أجلها أنزل الكتب، ومن أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها قام سوق الجهاد في سبيل الله، ومن أجلها أرخصت النفوس في سبيل الله، ومن أجلها انقسم الناس إلى مؤمن وكافر، وإلى موحد ومشرك، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، فأنزل الله عز وجل الكتب على الرسل أجمعين من أجل بيان هذا الأمر العظيم، وهو توحيد رب العالمين. فهذه هي الغاية يا عباد الله من خلقنا، ومن عرف هذه الغاية هانت في قلبه جميع الغايات، وضعفت في قلبه جميع الإرادات حتى يسعى لتحقيق هذه الغاية العظيمة وتكميلها، لأنها سبيل جنات النعيم والنجاة من نار الجحيم. نعم يا عباد الله، هذه الغاية من حققها وكملها فاز بالجنات، ومن حققها وكملها نجا من عذاب الله عز وجل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. نعم يا عباد الله، مصير الموحدين جنات النعيم، إما ابتداءً وإما انتهاءً، إما من أول وهلة من غير عذاب، وإما أن يعذبوا على قدر ذنوبهم، ثم يكون مآلهم جنات النعيم، أما المشرك والكافر فإنه في نار جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. عباد الله، أرسل الله عز وجل نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم
بهذه الدعوة العظيمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه هي الدعوة التي أرسل الله بها جميع الرسل، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فدعا إلى التوحيد 23 سنة، منها 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، ولا يدعو إلى غير ذلك أبدا، بل يدعو إلى التوحيد الخالص، إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له سرا وجهارا، حتى هاجر إلى المدينة، فبدأت الأحكام تنزل عليه من الله سبحانه وتعالى، حتى وهو في المدينة لم يترك الدعوة إلى التوحيد ابتداء وتوجيها وتفصيلا. وقد أمره الله عز وجل بذلك وهو في المدينة في مخاطبة أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة وهم على الإسلام إلى التوحيد الخالص، ويحذرهم من الشرك، الذنب الذي لا يغفر، والسعي الذي لا يشكر. فلما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة بمكان يسمى بوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال له: لا يا رسول الله. قال: أوف بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، الغزوة العظيمة، مر الصحابة على شجرة ذات أنواط تناط بها الأسلحة تبركا، وكان في الصحابة من كان حديث عهد بكفر، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤخر الدعوة إلى التوحيد، قال: الله أكبر، أو قال: سبحان الله، إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. عباد الله، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد حتى وهو يعاني من مرض الموت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج الموت ويعالج سكراته، ويأخذ خميصه يضعها على وجهه ويكشفها ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ممتثلا أمر الله عز وجل في تحقيق الدعوة إلى لا إله إلا الله، وهو الذي يجب علينا جميعا أن نكون عليه حتى نلقى الله عز وجل. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أبدأ وأعاد وأكثر من ذكر الآيات التي تبين التوحيد الخالص وتنهى عن الشرك، وتنوعت الأساليب وتنوعت إقامة الحجج على خلق الله عز وجل في بيان أوضح الواضحات وأبين البينات، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: وما من إله إلا إله واحد. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه وتعالى:
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وبين سبحانه وتعالى أن الشرك ذنب لا يغفر وسعي لا يشكر، فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وبين سبحانه وتعالى ضعف وهوان من يدعون من دون الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون لفافة تكون على نواة التمر، فكيف يملكون أكبر من ذلك؟ ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم إما أموات وإما جمادات وإما غائبون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على فرض أنهم يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لم يدع في القرآن للمشرك بيانا ولا للكافر برهانا. قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فمن أساليب القرآن في بيان التوحيد والنهي عن الشرك والتنديد ما ذكره الله عز وجل في كتابه من استدلال بتوحيد الربوبية وإيمان الكفار به على توحيد الألوهية، وهذا من إقامة الحجة عليهم، والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عباد الله، إن الثبات على التوحيد هو أعظم الغايات التي يسعى إليها العبد في هذه الحياة الدنيا حتى يلقى الله عز وجل على هذه الغاية العظيمة التي هي سبيل الجنان والنجاة من نار الجحيم. ومن أعظم وسائل الثبات يا عباد الله على توحيد الله عز وجل تعاهد هذا التوحيد سرًّا وجهارًا
ليلا ونهارا، فلا يتركه المرء حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الثبات عليه الدعاء بالثبات على هذا التوحيد حتى يلقى المرء ربه سبحانه وتعالى عليه. كيف لا وقد خاف من الموت على غير التوحيد الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون والأولياء والصالحون، فما بالنا ونحن المساكين؟ فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده، الذي كسر الأصنام بيده يقول ويقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إي وربي من يأمن البلاء بعد إبراهيم. ويوسف عليه الصلاة والسلام يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. وعمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: هل سمَّاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ والصحابة والتابعون كانوا يخافون من الكتاب السابق، فكان سفيان رحمه الله ورضي عنه كان يبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك يقوم الليل ويقول: يا الله، قد كتبت أهل الجنة وكتبت أهل النار، فأين منزل مالك؟ فعلينا يا عباد الله أن نكثر من الدعاء، أن نموت على هذا التوحيد، ونلقى الله سبحانه وتعالى على هذا التوحيد. فمن لقي الله عز وجل على التوحيد لقيه على الخير كله، ومن لقيه على الشرك فقد لقيه على الشر كله، نعوذ بالله من ذلك. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم واصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.